شيخ معلش سؤال تاني بعد اذن حضرتك. ايه بعض الاحاديث حضرتك بتضعفها وبيبقى لها سند صحيح او بمعنى اصح بلاها علماء حضرتك ممكن تكون عارفهم كويس جدا ومشهورين ومعروفين كويس جدا؟ اي يعرفهم، لكن انا مقلد لاحد، انا لا اقلد لاحد، ولو كنت مقلدا قلدت الاولين البخاري ومسلم واحمد بن حنبل والائمه الكبار. امال ايه بالضبط؟ مش فاهم، اذكر مثالا. هذا ضعيف جدا، مش ضعيف فقط. ثم جلس كتبت له حج عمره تم تم تم، ضعيف جدا، وحتى المتن فيه نكاره. اكرر عليك ذلك، وكنت احسنه من قبل لكن تبينت فيه علة، الحديث ضعيف ضعيف ضعيف. طيب يا شيخنا، وفي بالنسبة لموضوع الصحة حضرتك ايوه ايه كويس ذلك، ايه المانع؟ ما المانع من السبحة؟ ما بقول لحضرتك في بعض المشايخ يا اخي، انا مالي ومال بعض المشايخ؟ انا اتحكم الى المشايخ ولا الى قول الله وقول رسوله؟ قول الله وقول رسوله. طيب فين؟ هل قال هل قال رسول الله هل قال رسول الله لا تسبحوا على السبحة؟ لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. الرسول أمر بثلاث وثلاثين تسبيحة دبر الصلوات، وثلاث وثلاثين تحميدة، وثلاث وثلاثين تكبيرة، لكنني لا أستطيع أن أضبط الأعداد بالأصابع، فسبت السبحة لامتثال أمر رسولي محمد عليه الصلاة والسلام. هل أنا آثم بكذا؟ أنا أحاول أطبق بدقة ما قاله الرسول، جربت بأصابعي حصل خلل معي، فقلت اجيب سبحه تضبط العدد الذي امرني به الرسول. انا في ايه وجه الاسم في هذا؟ إيه الا التقليد الاعمى، بس التقليد الاعمى. امشي في الطريق اللي فيه قال الله قال رسوله، كل واحد يكلمك يساله الرسول قال او لم يقل، بس هذا هو الذي تستريح به. السلام عليكم يا أخي، أنت رجل معلش أعذرني عن الاسترسال لقول الرسول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. السلام عليكم.